تمام. هلا كان بدي انبهكم على قصه مهمه، انه الكورس ابدا ما بتحتاج انه الواحد يكون عنده خبره، اي خبره قبل او اي انه هو يقرا شيء او يدرس شيء من قبل، بس بهم انه هو على الاقل يكون مهتم بالفكره تبعيته. تمام، يعني مو شرط انه هو يكون دارس عن الاي بي ام وهيك، لانه نحن هي الورشه نحن عاملينه كرمال انه ما تضطروا تعملوا هيك، ولا يكون في جهد اضافي لحتى الواحد يقدر ينشر رساله تخرجه. تمام، هلا اذا بدنا نفكر برساله تخرج، يعني هي بشكل بسيط انه شو العوائق اللي بتكون برساله التخرج؟ اول شيء الفكره. تمام، انه كيف الواحد يلاقي فكره لحتى يعمل رساله تخرج. طيب اذا لقى الفكره بعدين بده يلاقي المشرف، او المشرف بعدين الفكره. مرات نكون احنا محدودين بالمشرف، بس انه فعليا واحدة من هدول بتجي اول شيء، والثانيه هي بتجي بعدها فورا. بعدين ببلش الشغل، انه انا منين بدي اجيب المرضى؟ لما اجيب المرضى كيف بدي اعمل لهم الاشياء؟ كيف بدي اطلب من المشفى هي الاشياء تنعمل؟ فيني اطلبها ولا ما فيني اطلبها؟ وهي القصص. بعدين بيجي اوكي انا عملت هدول الاشياء وكتبتهم، هدول وين بكتبهم؟ تمام؟ طيب وانا كتبتهم، بعد ما كتبتهم وكيف بدي احلل التحليل الاحصائي؟ واخر شيء بيكون النشر. تمام؟ وبكل وحده من هدول الخمس اشياء في عوائق. تمام؟ هلا هي الورشه هي كلياتها 4 اسابيع، كل اسبوع يعني حتكون المحاضره لمده ساعه ماكسيموم، وبعدين مناقشه. تمام، بقى هي الورشة هي كلياتها بس مشان الفكرة. تمام، كيف الواحد يلاقي الفكرة المناسبة اللي ممكن انه هو يشتغل عليها كل الخطة الباقية. تمام، هلا المشرف هي ما حدا فيه يساعد اي حدا تاني فيها، بقى كل واحد بده يتعاون هو يحاول يلاقي المشرف المناسب للفكرة تبعه، او يلاقي الفكرة المناسبة للمشرف تبعه. فهي ما في اي حدا ممكن يساعد فيها، بس فعليا لما الواحد يكون مجهز الفكرة ومجهز الفكرة بالطريقة المناسبة اللي نحن رح نحكي عليها، ما حيجي المشرف يقول له لا هي الفكرة ما رح نعملها. تمام، حيقول له هي الفكرة ما بتطبق عنا. تمام، وجزء من الأشياء اللي نحن حنحكي عنها بهي الورشة إنه كيف نخلي هي الفكرة بتطبق، لحتى هو إذا قال لا هي ما بتطبق نقول له بلا بتطبق، هيك 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 حنعمل. تمام، لهيك إنه لاقي الواحد مشرف على فكرة فاليد، فكرة ممتازة، أسهل بكتير من إنه يلاقي مشرف على فكرة ما أنا قابلة، إنه ما أنا قادرة إنه هي تشتغل. تمام، ما بتقدر هي الفكرة إنه تكون فكرة صالحة. تمام، حيقول إنه لا هي الكلام ما بيزبط. طيب فهيك بنكون سهلنا قصة الفكرة والمشرف. طيب بعدين الشغل على أرض الواقع، كيف الواحد ممكن يجمع بياناته وهيك، حسب قديش ممكن تكون الفكرة معقدة، قديش عدد المرضى حيكون كبير، قديش هو القصة هي، هل استبيان أنا بدي أقعد ساعة بناقش مع المريض، ولا هل هي لا مجرد شوية تيست أنا عم أحطهم عندي بإكسل شيت بدون ما يكون بده تايم كونسيومينج. بقى هي الأشياء بتلعب دور، بس بالنهاية كل واحد منا فيه دخل معه طالب طالبين او عدد طلاب من الطب، هدول الطلاب بيكونوا مهتمين يشاركوا ويشتركوا، يعني بيشتركوا بالشغل وبيشتركوا بالكتابه وبيدخلوا بالبحث بعدين. وفي اشخاص عملوا ودخلوا وانتشرت بعدين المقاله، بينذكر طلاب الطب، وبالنهايه طالب الدراسات هو ما بيخسر شيء. تمام، هنا الاشخاص ساعدوا وساعدوا بالكتابه وبكل المراحل ودخلوا معه، وهو ما نقص شيء من قيمته. تمام، هلا الفكره ما فينا انه واحد يكون مثلا طالب هضميه وبعدين يشترك مع حدا تاني هضميه ويشتركوا بنفس الرساله، لا هي ما بيمشي الحال، بس انه طلاب ساعدوه بعدين بالنشر كمان تساعد ونشر البيبر سوا، هي القصه ما في عليها مشاكل حسب علمي باغلب الاشياء التجارب اللي انا شفتهم. تمام، ممكن يكون في بعض الاماكن انه صار في اي مشكله او هيك، بقى بس انه هي القصة بنشيك عليها، إذا في أنا أدخل طلاب هنا يستفيدوا وأنا مستفيد الأساسي، فهي القصة كتير بتكون مناسبة. وإذا ما في أنتوا ببالكم أشخاص إنه ممكن هن يساعدوكم بالأبحاث،
أنا ممكن لاقي لكم أشخاص إنه هنا ممكن يساعدوكم، بيكونوا مهتمين بالأفكار اللي أنتم حابين تعملوها. طيب هلا بعد أوكي عملت جمع الداتا، جبت الأشخاص، دخلت البيانات وهيك، بيجي بعدين التحليل الإحصائي. جدي أعمل تحليل إحصائي، بقى تحليل إحصائي صعب. تمام؟ هلا التحليل الإحصائي هو فعليا صعب، لأنه نحن ما حدا علمنا كيف نعمل التحليل الإحصائي بشكل بسيط، إنما هو التحليل الإحصائي للأشياء الطبية هو كتير سهل، من أسهل الأشياء. تمام؟ لهيك إنه هي رح نتناقش فيها، بس ما هلا وقت المناقشة فيها، لأنه لازم تكون الواحد لاقي الفكرة، بعدين المشرف، بعدين يشتغل الشغل ويجمع الأشخاص، وبعدين لحتى يحلل التحليل الإحصائي. بقى إذا نحن نحكي بهي القصة من هلا، حتكون القصة شوية تتداخل ببعضها وما حيكون مناسب وقتها. تمام؟ بقى ممكن نحن نعمل شيء صغير بعد فترة، بس يكون الأشخاص هنا جمعوا البيانات طبعاً لحتى يقدروا يشوفوا شلون هي حتصير. حيكون في شوية أجزاء بس من التحليل الإحصائي، مثل حساب حجم العينة وكيف يعمل الجدول يلي أنا بدي أدخل فيه البيانات. هي قصة محتاج أعملها هلأ، لأنه أنا إذا بدخل بياناتي بشكل غلط وأنا عم بجمع العينة، هذا الشيء حيخليني ادفع الثمن بعدين بالتحليل الاحصائي، حرجع ادخله من اول وجديد، او يعني حاضطر اعيد من اول، او حاضطر ادخل بيانات جديده، او يعني حاضطر نفس الاعمده ارجع انا افصلهم على عده اعمده. فكل هدول القصص ان شاء الله بنحكي فيهم. وكمان في اشخاص من طلاب اساسا تعلموا كيف فينا نعملوا تحليل احصائي، وكمان هن ممكن يدخلوا معكم ويساعدوكم بهي القصه. بالنهايه التحليل الاحصائي هو درجات، يعني في ممكن تكون درجات كثير بسيطه اللي واحد طالبها لحتى رساله تخرج، ممكن تكون كثير معقده، ممكن يكون ما حدا بيقدر يعملها غير يحكي واحد مع شخص احصائي لحتى هو يقدر يعملها اكيد. بس انه الاغلب هو نحن فينا نعمله، ما نفكر انه هي القصه لا، هي القصه ما فينا نعملها نهائيا. وبكل الاحوال حتى لو الواحد ما هو مهتم فيه يدخل معه طالب طب او شخص ثاني، هو عامل احصاء من قبل وهو بيساعده. ومثل ما قلت لكم الريسيرش، انا بدخل اشخاص ساعدوني، انا بذكرهم، هنا ما بيخسروا، هنا ما ساعدوني ومشوا، وانا كمان ما بخسر اذا هن دخلوا معي. يعني اذا بنتخيل نحن انه كل واحد من قسم، مثلا انا بقسم الصدريه، فان نحن 3 اشخاص. تمام؟ واحد منا عرف يعمل الاحصاء، بقى ساعد الاثنين التانيين ودخل بالبيبرز تبعونه، فهي ابدا مو مشكله، هي شيء كثير حلو. تمام؟ هو اكيد ما فيه يعتبر هذا الشيء رساله تخرج، هو لسه مضطر يعمل هو رساله تخرجه، بس بالنهايه هو ساعد بالاحصاء الشخصين التانيين ودخل معهم، وهنا ما ضرروا، هنا استفادوا واختصروا على حالهم الوقت واختصروا على حالهم التكلفه، وهو استفاد انه هو دخل معهم. فهي القصه ممكن كمان انه تفيد اشخاص اكثر. بعدين بيجي النشر. تمام؟ هلا عملنا تحليل احصائي لحد هون، فيه الواحد يوقف، ومثل ما هي العاده انه كل الاشخاص بيعملوا التحليل الاحصائي، بيعملوا المناقشه وخلص بنوقف. بقى فينا نعمل هيك، بس يلي قلنا 5 مراحل، بقى تخيلوا انه واحد عمل ال4 مراحل ووقف هون، وهي فعليا شو بيكلف لحتى الناس تقرا مقالتي؟ بس بيبقى المرحله الوحيده. تمام؟ بس الفكرة هي المرحلة الوحيدة، ما هي مرحلة فينا نقول عليها سهلة، لأنه إذا بنفكر فيها، إذا كان في مشكلة بالفكرة المقالة ما راح تنتشر. تمام؟ إذا المشرف أخذ الفكرة على طرف ثاني أو هيك، أو خلت القصة مكررة، أو صرت أنا عم أعيد شغل ناس ثانيين، راحت الفكرة ما راح تنتشر. إذا جينا على الشغل وجمع البيانات وهيك، لا سمح الله إنه أنا عملت فبركة لبعض البيانات أو هيك، ما عاد فيني أنتشر، لأنه أنا بس بدي أنشر، بدي أتعهد إنه هاي البيانات صحيحة، ممكن يطلبوا المرضى، ممكن هيك لما يحسوا إنه في فبركيشن.
المرحلة الرابعة لما أنا عم أحمل التحليل الإحصائي، أنا عملت تحليل إحصائي نظامي ووصلت للنتائج بشكل دقيق، بقدر أنشر. ما عملتها هيك ما فيني أنشر. فهي صح نحن عم نقول آخر مرحلة بس اللي هي مهمة لحتى نحن نتابع ولحتى نحن نخلي الناس تشوف شو اشتغلنا، بس هي فعليا لما أنا أمشي بأربع مراحل صح بتصير المرحلة الأخيرة هي تحصيل حاصل. حتصير اوكي انا بنشر ولا ما بنشر، هي قصه شهر شهرين زمان احضر البيبر تبعي وابعثها للنشر. تمام. طيب هلا كرمال الورك شوب، قلنا انه الورك شوب هي حتكون فعليا بس للتركيز على المرحله الاولى يلي هي الفكره، يلي هي بتسهل تماما انه الواحد يلاقي المشرف المناسب. طيب انا بعثت لكم امبارح الجدول اللي فيه الاربع اسابيع. هنا فعليا الاربع اسابيع هن اوغست، ما عدا هي السيشن بس هي تعريف انه شو ممكن يجي. هلا رح اخبركم باختصار شو هي، وانتم بتخبروني اذا في اي شيء انتم حابين ينزاد او اي شيء لازم يطلع او شو مقترحاتكم هيك. هلا أول شيء بالأسبوع الأول حكون لمدة ساعة نحكي عن الهرم تبع أنواع الدراسات، شو أنواع الدراسات اللي ممكن تتطبق. تمام؟ بشكل جدا بسيط، بشكل أنه أوكي صار معي هيك أو شفت هي القصة أو لاحظت هيك، أوكي شو ممكن أعمل دراسة. تمام بشكل بسيط، ما رح ندخل بانواع الدراسات اساسا، ما رح نحكي عن انواع الدراسات يلي ما بتنقبل كرساله تخرج، حنحكي هن كلهم نوعين او ثلاثه اللي بيشتغلوا على رساله تخرج. اوكي شو القصه اللي بتخليني اعمل هيك، شو القصه اللي بتخليني اعمل هيك، شو القصه اللي بتخليني اعمل هيك، وبوقتها شو بيكون الاشخاص اللي حاضروا استفادوا. اوكي انا شايف قصه قصتين ثلاثه عم تصير معي بالمشفى، او الاستاذ خبرني عم يصير هيك انه مثلا مجموعه اشخاص هدول بحاله معينه لما عم ياخذوا هي الدواء عم يتحسن حالتهم احسن من بقيه الاشخاص، او بالعكس عم تسوء حالتهم، او مجموعه اشخاص صدوا في جنب من هي المرض، هدول الاشخاص ما عم يتحسنوا على هذا المرض. تمام. طيب بس القصه لازم تكون انه اوكي يعني ماشي انه مثلا ولا مسدي ستيج 4 والله ما عم يتحسن، طبيعي ما عاد يتحسن، نقصد انه قصه غريبه صارت. تمام. قصه عم اشوفها انا عم اقول والله هي ما بتزبط. ما ضروري الواحد يكون عنده الخبره السريريه الكبيره، بس الخبره السريريه الكبيره لما يكون واحد استاذ لما عم يعطي فكره عم يحكيها على هو شايف 1000 2000 3000 مريض، لما طالع الدراسات عم يحكي على مئات المرضى. لما واحد هلا دخل على الدراسات كمان فيه يقول فكره، فيه يقول اوكي والله انا رحت شفت بهالمشفى عم يعالجوا بطريقه مختلفه عن الشيء اللي انا كنت عم اشوفه. هي القصه كمان بينعمل عليها دراسه، ما نقول انه نحن شرط انه لازم نقارن بين دويين وهيك، بالعكس هي القصه نقارن بين دويين او نعمل قصه معقده هي سهله تنعمل هون، بس اللي مو سهلة تنعمل بقصد هون بقصد برا، بس اللي مو سهل ينعمل هون اوكي انه نحن مو قادرين نعمل هيك، عم نخترع طريقة ندبر فيها المرضى قدر الامكان. تمام. اوكي ندرس الافكاسي تبع هي التطبيق، نحن مو قادرين نعمل انترفنشن معين لكل المرضى المصابين بهالمرض، اوكي عم نعمل هيك، هل هذا الشيء عم يخليه يمشي الامور ولا ما عم تمشي الامور؟ قديش فعاليته؟ طيب عم يمشي الامور 70% 80% ولا لا ما عم تمشي الامور بالمره؟ هي القصه ما عاد تقدر تنعمل هون، لانه هون صار عندهم الاشياء، صار عندهم الانترفنشنز، بس بسوريا هي الاشياء ممكن تنعمل. تمام؟ فممكن تكون الفكره من خبره واسعه لمشرف شايف مجموعه اشياء كثير يعني يقول والله هالشغله غريبه ممكن تدرس، ممكن يكون كمان طالب دراسات شاف القصه على عدد اكبر واغلبهم هن طلاب دراسات سنوات اخيره، كمان ممكن انه تكون هي القصه يعني مثل المشرف. المرحلة الثالثة اوكي شغلة انا استغربتها مختلفة عن الجايد لاينز، شغلة او مثلا برسنتج، حتى برسنتج ممكن ينعمل عليها مرتب. انا مثلا اللي هو بال
بالابيديميولوجي تبع المرض عم يقول 20% من هذا المرض عم يجوا هيك و80% عم يجوا هيك. انا عندي بسوريا عم يجي لا عم يجي 80% ادفانس فور اكزامبل وعم يجي 20% هن برايمري ستيج او هيك. تمام، معناها هذا الشيء مختلف، هذا الشيء فيه يندرس، فيه ينعمل عليه دراسه. تمام، الكواليتي اوف لايف هي اشياء كمان ممكن ينعمل عليها. فأنا عم أعطي هلأ أمثلة، بس هي فعلياً عم نقول أنه الأسبوع الأول شو الأشياء اللي بتخليني أعمل أفكار معينة، حناقشهم واحدة واحدة وشو ممكن نعمل، وبعدين نتناقش بأنتوا الأفكار اللي عندكم ياها، وهيك اللي يعتم الأسبوع الأول. تمام، طيب ناقشنا هاي الموضوع، جينا على الأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني شو بدنا نساوي؟ بدنا ندور هل هي الفكرة معمولة من قبل؟ وين معمولة قبل؟ تمام؟ إذا معمولة قبل شو طالع معهم؟ هل ما عاد في داعي أنا أعمل دراسة ولا في داعي؟ تمام؟ فحتعطيني الأسبوع الثاني المنطق وراء الدراسة تبعي. أوكي، جتني فكرة، أنا حطيت الفكرة هي، بس هيك بالأسبوع الأول حطيت فكرتين ثلاثة. الأسبوع الثاني حدور أوكي هي الفكرة معمولة قبل؟ طالع معه النتائج، هل في نتائج ما بتخلي دراستي ما لها بهالاهميه وهيك اشياء. الاسبوع الثالث حشوف طيب اهو هي لقيت واحده من الافكار لا مو معموله او ما كثير بتشبه الاشياء اللي معموله قبل، طيب شو لازم اعمل لحتى تصير الدراسه؟ تمام، شو الادوات اللي لازم استخدمها؟ شو الكويشنير؟ شو التيست اللي بدي اعمله؟ شو الانترفينشن؟ هل فيني اعملهم بالمشفى؟ هل ما فيني اعملهم بالمشفى؟ وهيك ونحسب حجم العينه، نشوف مين المرضى اللي لازم ندخلهم ومين المرضى اللي ما لازم ندخلهم. تمام، هلا الاسبوع الرابع اوكي صار عندي فكره، والفكره في وراها منطق، والفكره ادواتها بتطبق عندي. تمام، هلا الاسبوع الرابع بس رح امسك هدول الثلاثه واحطهم على الورق، مشان لما بدي اروح عند المشرف اقول له هيك هيك هيك، بيقول لي ايه او بيقول لي لا، بقول له اوكي الادوات فيه يناقشني انه لا ما رح نقدر نطلب هاي الاشياء او فينا نطلب هاي الاشياء، بس ما فيه يناقشني انه فكرتي مهمه ولا مو مهمه. تمام، الا اذا هو قدر يثبت لي. انا لما عم اقول الاسبوع الثاني حدور على بيبرز ثانيين وحط اهميه الموضوع، معناها انا لما اجي لعنده رح ناقشه، هو بيقول لي لا هذا الموضوع ما مهم، بقول له بلا هذا مهم، هذا مذكور بهي المكان انه هيك هيك هيك، يا بقنعه يا بيقنعني، هو رح يعطيني دليل وانا بعطيه دليل، ويعني بصير بعدين اتفاق. والاسبوع الخامس كيف ممكن نحن نراجع الخطط تبعيت بعض، كيف ممكن نضيف على الخطط تبعيت بعض ونساعد بالخطط تبعيت بعض وهيك. تمام، هلا في سؤال مهم انه هل هي القصه حتحتاج وقت اكثر من الوقت اللي انا كنت حاطه للرساله التخرج؟ السؤال المهم هلا، هل في اي حدا بيعرف اساسا قديش رساله التخرج تبعه بتاخذ معه وقت؟ انه فيه يتوقع، في ناس كثير بيتاخروا، في ناس بيشلفوا وما بتزبط وهيك. بقى هي ما المفروض تاخذ اكثر، هي بس انا عم استثمر اكثر بالخطه. لما الخطه تكون منيحه، لما اكون انا عارف كيف دخل البيانات بالجداول تبعيتي وكيف اشتغل عليهم، ما رح تاخذ اكثر. تمام، بالعكس حتاخذ اقل. هلا الفكره الاساسيه انه هي الورشه ان شاء الله ممكن تخلي مجموعه اشخاص من اللي عم يسجلوا بالورشه، يعني بتمنى انه اكبر نسبه، بس انه ينشروا رسائلهم. بس هذا الشيء ما رح يصير مجرد انه هدول الاربع سيشنز اللي عملناهم. تمام، هاي الشيء معتمد عليكم. احنا حنطوح على طول الجروب مفتوح وهيك، اسالوا قد ما بدكم اسئله، اطلبوا اي مساعده بدكم اياها بالتحليل الاحصائي، باشخاص يساعدوكم بالنشر، باختيار المجله، بكل شيء. ويعني كل ما بتسألوا أكثر ما تفكروا أنه بتضغطوا على حدا، بالعكس يعني أنا الصراحة بنبسط، في أشخاص كمان بتنبسط إذا نسألت. وإذا أنتوا بتعملوا جروب مثلاً الصدرية تبعون الشام وحلب ولاذقية وتساعدوا بعض، كمان أنتوا اللي بتستفيدوا، وكل واحد مر على جامعة دمشق بيستفيد، حتى بيعرفكم ولا ما بيعرفكم لما أنتوا حدا ينشر البيبر تبعيته. تمام؟ عن جد يعني هي ممكن تعتمد على الأربع سيشنز، بس الاعتماد أكبر هو على أنتوا قديش حتعطوا أهمية للموضوع. لأنه لو الأربعة بيصيروا 40 سيشن بس أنتوا ما حابين الفكرة بعد،
ما راح تنتشر ولا دراسه، لانه هي بالنهايه جهد فردي، الجامعه ما راح تطلب منا ننشر، نحن نطلب من بعض. فهلا هدول الصراحه الاشياء اللي انا كنت حابب اخبركم عنهم، وقلت لكم انه الاربع اسابيع شو حنحكي فيهم. وهلا انا حابب اسمع منكم اذا في اي اقتراحات لاشياء نعملها او اشياء ما نعملها نضيفها او ننقصها، وانتم شو بتحبوا لحتى يصير، او في اي اسئله عن شو ممكن يصير. تمام، أنا رح أبقى هون شوي، معناها إذا ما في أسئلة اللي بحب فيه يمشي وهيك. شكرا كثير إنه حضرتوا، أنا أساسا خبرتكم امبارح، شكرا كثير. أنا رح أبقى هون بحال أي حدا بده أي سؤال وهيك. تمام، أنا الله يعطيكم العافية، إن شاء الله بنلتقى الأسبوع الجاي بعد العيد، وكل عام وأنتم بألف خير.